في الحقيقة في خبر مهم جدا اعتقد ان يهمنا احنا كمصريين، ان احنا الحمد لله بقى عندنا بنسبة 80% اكتفاء من السكر، اكتفاء ذاتي من السكر. ده مش كلامي انا، ده كلام المهندس امين ابازا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي. في الحقيقة اكد سيادته انه مصر حققت السنة دي اعلى معدل ليها، يعني على مستوى تاريخ مصر في انتاج السكر حققته السنة دي. قال مهندس امين ابازا انه الزيادة تقدر بنحو 2 مليون طن سكر في الموسم الحالي، مؤكد كمان على انه ده زي ما قلت لحضراتكم في البداية ان ده يعتبر اعلى انتاج وصلت له مصر. الكمية كمان اللي اتحققت بتصل الى 80.4% مقابل 71% عن العام الماضي. ده طبعا ما جاش من فراغ، ده جه وفقا لاستراتيجية زراعية تم العمل بها. اعتقد ان ده يعني كلام اكيد له كل التقدير والاحترام. مهم قوي ان احنا نبقى عاملين استراتيجية نقدر نمشي عليها، مش الحاجة نبقى سايبينها كده. يعني اكيد المهندس امين ابازا اكيد عمل اشياء معينه اللي بيها ادت لنا الانتاجيه الكبيره. اعتقد ان حاجه زي كده يا ريت لو عملناها في اشياء كثيره جدا ممكن تعود علينا بالنتيجه. اكيد ده طبعا اتعمل بنتيجه اشياء كثيره، مصريين اشتغلوا فيها، ناس خططوا مظبوط وناس اشتغلت ايضا مظبوط. فطبعا كل الشكر لكل القائمين على هذا الموضوع، ونتمنى نسبه القمح كمان تزيد، ونسب كثيره قوي المفروض ان احنا عايزين نزودها، خصوصا في المواد التموينيه اللي هي بتعتبر سلع اساسيه في البيت المصري. في الحقيقه في